الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. إذا كنت من أصحاب المطاعم أو الكافيهات فالبرنامج دوت هيخدمك بشكل جيد وهيسهل عليك كثير من مشاق العمل وهيوفر عليك كثير من الوقت وهيضبط لك الأمور بشكل كويس إن شاء الله. بداية البرنامج بيشتغل مع أجهزة سطح المكتب، يعني الأجهزة بتشتغل بنظام الويندوز، وطبعا يمكن ربطه مع أنظمة أخرى ويمكن تحويله إن هو يشتغل عن طريق الشبكة عن طريق الإنترنت ويتم ربطه أونلاين. حاليا إحنا هندخل باسم المستخدم وكلمة المرور. بعد تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور بيفتح لي لوحة التحكم الرئيسية للبرنامج، وهي عبارة عن لوحة تحكم فيها عدة أزرة بتحولك على أجزاء البرنامج المختلفة. الفيديو ده هنستعرض فيه كيفية إضافة المجموعات وكيفية إضافة الأصناف، وهنستعرض فيه فاتورة البيع. المجموعات عبارة عن مجموعة بتحتوي على عدة أصناف بيتم إضافة فيها الأصناف المرتبطة ببعضها، وليكن أنا مثلا مطعم متنوع، عندي قسم للأسماك وقسم للمشويات وقسم للحوم، فبعمل مجموعة للأسماك ومجموعة للحوم ومجموعة للطيور مثلا. فإحنا هنبدأ الآن ندخل نشوف إزاي نضيف مجموعة. إضافة مجموعة بيتم فتح الشاشة ديت، بتسمي المجموعة. أول شيء هنسميها مجموعة الأسماك مثلا أو الأسماك البحرية، والمجموعة ديت لها وحدة قياس عندي الأسماك، يا إما بالكيلو جرام يا إما بالبيس أو بالقطعة. ورمز المجموعة بياخد رمز حرف لاتيني أو حرف إنجليزي، وممكن أضيف شكل للمجموعة بحيث إن هو هيظهر معايا في فاتورة البيع. ممكن أضيف صورة لهذه المجموعة، أنا هنزل صورة من على جوجل، صورة سمكة مثلا، الآن أنا نزلت صورة للأسماك. هروح أعمل إضافة وهختار من على سطح المكتب الصورة اللي نزلتها للأسماك وهضغط على موافق، أصبحت الصورة موجودة. طيب ممكن أضيف مجموعة تانية أسميها المشويات وأديها الرمز B وأديها الرمز بتاعها أو الصورة المعبرة الخاصة بيها. من على سطح المكتب برضو نزلت صورة، الصورة ديت، وضغطت موافق، وهروح أضيف مجموعة أخيرة في الفيديو دوت وهسميها المشروبات. أكيد أي مطعم أو أي كافتيريا بيكون فيها مشروبات، وهسميها الرمز سي، أحط لها الرمز سي. يبقى إحنا عندنا المجموعة بتحتوي على ثلاث أشياء أساسية: الاسم والرمز والوحدة القياس. هنا المشروبات هحط لها الوحدة القياس اللي هي البيس أو القطعة. طيب أنا نزلت صورة برضو معبرة للمشروبات، والصورة هي ليست يعني ضرورية، أنت ممكن تحطها ممكن متحطهاش، يعني لو محطيتش صورة مش هيكون فيها أي مشكلة، لكن إحنا حابين نخلي العمل شكله جميل بحيث يظهر في فاتورة البيع يكون شكله كويس. طيب الآن أنا حفظت عندي ثلاث مجموعات. طيب المجموعات دي المفروض إن أنا أدرش تحتها أصناف، فهروح على الأصناف وهبدأ أضيف أصناف جديدة. هنا الأصناف بحسب المجموعة وهنا جميع الأصناف. الآن أول شيء هختار المجموعة الأسماك البحرية، اسم الصنف هسميه مثلا سمك الهامور، وسعر البيع هقول مثلا بيباع ب50. طبعا هنا لو انت عندك ضريبة، هنا السعر الشامل الضريبة انت بتحط له 50، هيطلع لك السعر الشامل الضريبة ب50، والسعر بدون الضريبة بحسب الضريبة اللي انت مثبتها في بيانات المؤسسة. لو انت في دولة بتاخد ضريبة 10% بتحط 10%، لو بتاخد 15% هتحط 15%، عشان يبدأ يحسب لك كل الحسابات
الضريبية بناء على القيمة اللي انت حطيتها، سواء كان في فاتورة البيع او في التقرير الضريبي او في غيره. فالآن هو حط لي ان على ال 15% قال لي 50، ان ده هيطلع ب 50 شامل الضريبة. اذا فهو بدون الضريبة 43، وضريبة السلعة بتكون 6.52%. طيب هنا سعر الشراء ممكن اشتري مثلا ب 40، ودوت غير شامل الضريبة. وبعد ذلك بضغط على الحفظ، بيتم حفظ الصنف بهذا الشكل. قال لي ان هو سمك هامور، واداله رمز تلقائي اللي هو 1 في المجموعة، واداله السعر وبقية البيانات بتاعته. لو انا رحت هنا كده هلاقي برضه نزل لي سمك الهامور في المجموعة بتاعت الاسماك. طيب ممكن اضيف صنف تاني في نفس المجموعة، اقول له سمك الحريد مثلا، او ممكن اسميه بس حريد، حتى مش لازم سمك، اسميه حريد مثلا، واديله السعر البيع وسعر الشراء مثلا بهذا الطريق، وابدا اضيف الصنف الثاني على اساس ان هو يظهر معايا في الفاتورة. طيب هروح اضيف صنف ثاني في المشويات، يبقى انا عندي في المشويات هضيف الصنف مثلا اسمه كباب لحم مثلا، وهبيعه ب 50 للكيلو، وهيوقف عليا الكيلو كتكلفة مثلا ب 25، وهبدأ أضيف بالشكل دوت. قال لي إن الكباب لحم نزل تبع المجموعة 1B، مجموعة الصنف رقم 1 في المجموعة اللي هي رمزها B. طيب هضيف برضو صنف كمان في المجموعة رقم 2، هقول له إن هو ده كباب دجاج، وبنبيعه مثلا ب 40 شامل الضريبة، وتكلفته علينا مثلا 35. بدأ يقول لي إن ده الرمز اللي هو الصنف 2B. طيب هروح أضيف صنف في المشروبات، اسم الصنف في المشروبات مياه، طبعا هي أول حاجة مياه صغير مثلا، وبنبيعها مثلا ب1 شامل الضريبة، وبنشتريها بنص شامل الضريبة بدون الضريبة. طيب هضيف صنف كمان علشان يظهر معايا برضو في المشروبات، هقول مثلا مياه غازية، حمضيات زي ما بيسموها في الخليج. الحمضيات دي مثلا صغيرة هنقول ب2.5 شامل الضريبة، وبتوقف علينا مثلا ب1.5. حفظ. يبقى أنا عندي صنفين في كل مجموعة. طيب الآن أنا هذهب أنتقل مباشرة إلى فاتورة البيع. فاتورة البيع بفتحها من هنا، بتفتح لي الفاتورة بالشكل ده. أول شيء لما أجي أفتح الشيفت، أول مرة بس بفتح الشيفت بضغط على ستارت، هو بيفعل لي الفاتورة لأول مرة فقط. يعني مش كل فاتورة هضغط على ستارت أو هبدأ على أضغط على ابدأ، لا هي أول مرة واحدة فقط. طيب هنا عندي نزل المجموعات في الصف اليمين ده، المجموعات اللي أنا سجلتها، الأسماك البحرية هلاقي ظهر معايا أسماك الهامور والحريد، المشويات هلاقي ظهر معايا المشويات والرمز بتاعها ظهر معايا هوت فوق، وعندي المشروبات وظهر معاها الرمز وظهرت معايا الأصناف الموجودة في المشروبات. طيب هنا الأسماك البحرية لما هاجي أبدأ أختار نوع من الأسماك البحرية، في حاجة نسيت برضو أعقب عليها، وهي أنواع الخلطات. يعني شوف دي أنواع الخلطات أنا حاططها مسبقا، وممكن أضيف خلطات أخرى. يعني أنا ممكن أضيف خلطات أخرى، مفتوح ممكن أغيرها، خليها مشوي مفتوح، مقفول خليها مشوي مقفول، وهكذا. كل الخلطات اللي أنا بضيفها برضو بنفس الطريقة زي إضافة المجموعات، هضيفها وتظهر معايا. طيب هنا لما اختار هنا السمك الهامور، اتفقنا ان مجموعه الاسماك بتقاس بالكيلوغرام، فبيبدا بناء عليه يظهر لي لوحه المفاتيح اللي هختار منها الكميه. واحنا عارفين طبعا ان المطاعم معظمها بتشتغل بشاشات التاتش، وده هيسهل عليها كثير باستخدام هذه اللوحه للمفاتيح. هنا بضغط على الكميه ولتكن مثلا كيلو و200 جرام، وببدا اديله ان دي كميه. في الأسماك أو في بعض المنتجات
الخاصة بالمطاعم بيحتاجوا إن هم يحطوا العدد زي الأسماك، بيبقى ضروري العدد عشان بيحطوا في المطبخ بيستخدموا الطباخ أو بيفهموا الطباخ من خلال العدد. فبعد ما حطيت العدد بديله إن ده عدد القطع وبيقفل معايا مباشرة لوحة المفاتيح. بعد ذلك بختار له الخلطة، هذه مفتوح مقفول مقلي مشوي، فبضغط على الخلطة إن هو مقلي، يبدأ ينزلني مباشرة على الصنف التالي ويبدأ يطلع لي مجموعات الصنف دوت والحسابات الخاصة بهذا الطلب اللي أنا طلبته. لو حابب إن أنا أتراجع عن الطلب بضغط هنا بيعمل لي تراجع، عفوا بضغط هنا بيسوي لي تراجع، أو أحذف الصنف دوت. طيب المشويات نفس الوضع برضو، نفس الكلام، بنضغط على الكباب مثلا. هنا يبدو ان هنا الكباب ده واخد المجموعة دي واخدة قطعة وليس واخدة كيلو جرام، لان المجموعة اللي واخدة كيلو جرام بيبدأ يفتح لي لوحة المفتاح. طيب انا هختار حاجة بالكيلو جرام، مثلا الحرير 800، الوزن العدد واحدة، والخلطة مفتوح، مشوي مفتوح. تمام. طيب عندي المشروبات، لما بختار المشروبات انا بختار المشروب وهو مباشرة بيقرا ان هو واحد، يعني مثلا مياه صغير هو بينزلها لي حبة واحدة بس مباشرة. طب لو حبيت ازود عدد قليل يعني 2 3 ممكن من خلال الزائد بزود، يبدأ يزود لي واحدة او 2 او انقص واحدة او 2. طيب لو هو عدد ممكن اكتبه بلوحة المفتيح كتابة، انا بقول مثلا 10 واضغط انتر يبدأ يحسب لي ال10. لو حبيت ان انا احذف الصنف دوت بسهولة جدا احذف الصنف دوت، لو حبيت ان انا اتراجع عن صنف، لو حبيت اختار الطاولة ابدأ افتح لوحة المفتيح واقول له الطاولة رقم 5 واقول له ان دي الطاولة، يبدأ يديني الطلبات ديت في الطاولة رقم 5. السداد متاح، السداد عن طريق النقد او عن طريق الشبكة، لو حطيت الافتراضي طبعا بيبقى شبكة هي اكتر استخداما، لو اديته ان السداد نقدا يبدأ يحول لي ان السداد عن طريق النقد. بعد ذلك انتهيت من تسجيل الفاتورة، بضغط على زر الحفظ بهذه الطريقة، يبدأ يصنع لي الكيو ار كود، وهنا هو طبعا مطلع لي اللوحة دي لان هو مش شايف الطبعة الافتراضية، المفروض ان هو هنا بيروح بيقول لي اختار اي طبعة عايز تطبع عليها، لكن انا بثبت له الطبعة الافتراضية فما بيظهرش معايا ديت في الاستخدام، وبرضه دي تبع الطبعة الافتراضية. هنا عمل لي الكيو ار كود الخاص بهيئة الذكاء الموجودة في السعودية. لو ما عندكش هيئة ذكاء او مش مطالب منك الكيو ار كود برضه مش لازم، مش مجبر ان انت تستخدمه او مش مجبر ان انت تفعله، ممكن نوقف تفعيله. هنا كذلك بتكتب اسم العميل ورقم التليفون الخاص بصاحب الطلب، ده لو طلب بيتوصل او طلب تم طلبه والزبون هيجي فمحتاج البيانات ديت بتحتاجها بتكتبها لو محتاجها، لو مش محتاجها ما بتكتبهاش، هو بيسجلها عميل نقدي مباشرة. في عندي حاجة هنا ان انا بعد تأمين الفاتورة لا يستطيع البائع ان يزيل او يغير في الفاتورة اي شيء الا اذا كان في دولة غير الدول اللي حاطة اشتراطات معينة للفاتورة بنفعل له قفل فك التأمين. قفل فك التأمين الخاصية بيتم تفعيلها وبيتم استخدامها بهذا الشكل. عشان الغي صنف من الفاتورة او اعدل على صنف او اعدل على اي قيمة او اي صفة في الفاتورة باكتب له فك التأمين. فك التأمين بيكون بكلمة مرور، لو كتبنا كلمة المرور خطأ بهذه الطريقة بيبدأ يطلعني ان كلمة المرور خاطئة. طيب لو اعطيناه كلمة المرور الصحيحة وضغطنا على موافق يبدأ يتم الغاء تأمين هذه الفاتورة، واستطيع ان انا احذف من الفاتورة بعض الأصناف أو أزيد عليها بعض الأصناف بهذه الطريقة، ويتم تأمينها مرة ثانية، ثم بعد ذلك يتم حفظ وتأمين الفاتورة وطباعتها. نتمنى أن احنا نكون يعني شرحنا فاتورة البيع بشكل مبسط وسهل، ونتمنى يكون برنامج بسيط ومناسب.
واي اقتراح تقدر تكتبه لنا في التعليقات. ولو حبيت تطلب البرنامج او تطلب نسخة تجريبية من البرنامج تستطيع ان تطلبها عن طريق وسائل التواصل الموجودة اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.